عطا محمود منصور من اي بلد في فلسطين؟ من لوبي قضاء طبريه. قديش مواليدك يا حاج؟ 1930. لمن اجوا اليهود هجموا على لوبي، طلعوا منين؟ اجوا من طبريه بالدبابات، الشارع العام بالدبابات، وبالناحيه الجنوبيه اجوا مشاة. استشهد هناك، هناك استشهد 22 شاب يوميتها من شو اسمه من لوبي. 22 شاب استشهدوا من لوبي. يهودي من المتحف السورية. هدينا على الشعب اللي هجموا على لوبي من على الخط العام. ما سوينا أسرنا الدباتين من هنا، وفي من هنا هلا موجودين بسوريا بالمعرض بسوريا، من هذا من لوبيا حياة مصطفى بديس، هو اللي يضرب عليهم، والشباب شغلية طوقون شغلية وبلشوا فيهم بلشوا بالبرودة. شو برودة؟ خمس شباب هذا خمس بشكات شغلية تردنا هنا شغلية رديناهن وانقلعوا. اتمنى ترجع على البلد. يا ريت يا ريت ارجع واضل طيب وارجع على لوبي شباب على البلد شباب. يا ريت يا طب حاج لو اعطوك تعويض وتوطين، هاي تعويض اي تعويض هذا؟ والله لا انا ابوي هنا بالتعويضات كلياتهن، بدي فلسطين، بدي لوبي، انا بدي فلسطين. دم قلبي هناك هناك الان اللي لقد وربيتي هناك بلوبيا بفلسطين شباب. اي انت بتوصي اولادك اذا عرض عليهم التوطين او التعويض؟ لا ما بقبل، لا ما بقبل، ما بقبل. انا بوصيهم ما يقبل، ما يقبل التعويض بالخالص ابدا. فلسطين ولوبيا، فلسطين ولوبيا بس، غير هيك ما فيه.